إنه هناك. ماذا؟ وأخيرا التقينا. لقد كبرت. ها؟ لكنك لم تتغير كثيرا يا كاكاروت. تبدو مثل أبيك تماما. أبي؟ كاكاروت، ماذا كنت تفعل هنا كل هذا الوقت؟ ألم تأخذ الأوامر بالقضاء على الحياة على هذا الكوكب؟ ها؟ لماذا لم تنفذ التعليمات؟ اسمع، أنا لا أعرف هذا الاسم الذي تناديني به أبدا. اسمي هو سون غوكو. يا لك من شخص مثير للمتاعب. نسيت كل هذا؟ لا بأس، سأجعلك تتذكر. اسمع يا كاكاروت، أنت لا تنتمي إلى هذا الكوكب أبدا. ماذا؟ أنت من كوكبنا، كوكب فينيتا. أنت واحد من أقوى مقاتلي المجرة. وأنا واحد من أولئك المقاتلين. أنا صديقك راديتس. هذا الكلام غير صحيح أبدا. إنها قصة بسيطة. لقد أرسل في مهمة سهلة ليقضي على جميع الكائنات الحية على هذا الكوكب. أنا؟ نحن مقاتلي ساينز، مقاتلون محترفون في عملنا. نبحث في المجرات عن كواكب غنية بمواردها، فندمر الحياة على تلك الكواكب ثم نبيعها لمن يدفع لنا السعر الأفضل. الكواكب التي سكانها ضعفاء، ضعفاء مثلكم، نرسل إليهم أطفالا أمثالك. اسمعني يا كاكاروت، تستطيع أن تحطم هذا الكوكب في عدة أسابيع إذا استفدت من مواهبك، ولا سيما أن لديكم قمرا جميلا. إذا كان هذا الكلام صحيحا فأنتم لا تعاشرون، وبيكولا أفضل منكم بكثير لأنه يريد أن يحكم الأرض فقط. هاي، قل لي ما علاقة القمر بكل هذا؟ نسيت؟ عندما نغضب نحن الساينس في الليلة المقمرة تستثار الغوريلات دفاعا عنا. أين الذيل يا كاكاروت؟ ها؟ قل ماذا فعلت بالذيل الاصطناعي؟ لقد نزعته وزرعته لولدي جوهان. جاهل، كيف فعلت هذا؟ إنه العضو الأساسي. إنه يرسل ذبذبات تحرض الغوريلات من سباتها العميق. عما تتكلم؟ أنا لم أفهم شيئا منك. هوشي على حق في قوله، إنكم قوم لا تعاشرون. أنا سون غوكو ابن هذه الأرض، هل تفهم هذا؟ اعذرني، لا أستطيع تنفيذ رغبتك. فقد تعرض كوكب فينيتا لهجوم عنيف جدا. كان هجوما غير متكافئ. دمر كوكبنا وقتل كل من كان يعيش فيه، أمي وأبي وإخوتي وكل سكان الكوكب. لم يبقى أحد هناك على قيد الحياة. لم يبقى إلا أربعة من مقاتلي ساينز يا كاكاروت، وأنا واحد منهم، وكنت في مهمة رسمية، ومقاتلان آخران كانا يبحثان عن كوكب لنغزوه. لقد نجحنا في مهماتنا ووجدنا ما نبحث عنه. ينقصنا مقاتل، لذلك تذكرت صديقي الحبيب كاكاروت. كاكاروت اهدأ، سنصبح أقوياء ولن يقف أحد في وجهنا. اسمع أيها الغريب، لن أفعل شرا بهذا الكوكب حتى لو مت. هكذا إذن، أليس هذا الفتى ولدك؟ يبدو جبانا مثل أبيه تماما. ماذا؟ إنه واحد منا. توقف ولا تقترب. その程度の力じゃ息子は守れんぞ。何？
أصبح ابنك معي، وإذا أردته حيا فعليك أن تفعل ما أريد. كاكاروت، سوف أمهلك يوما واحدا فقط، سوف أمهلك إلى الغد، وفي مثل هذا الوقت سأمر إلى هنا وسوف أعرف أنك قبلت عندما أجد جثث 100 رجل مكومة هنا. جوهان، فكر جيدا في الأمر، لا أظن أن لديك خيارا آخر.